بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 60. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما مناسبة هذه الآية بين آيات الصيام؟ المناسبة والله أعلم أنه لما كان الصائم في عبادة عظيمة ناسب أن ينبه على الدعاء في حالة الصيام، فإن شهر رمضان شهر مبارك وموسم عظيم، موسم من مواسم الإجابة، والصائم حري أن يستجاب له إذا دعا ربه سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر الله هذه الآية بين آيات الصيام للحث على الدعاء في رمضان وفي حالة الصيام. وسبب نزول الآية كما جاء في الأحاديث أن ناسا من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب ولست ببعيد. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة في سفر في أحد الأسفار يرفعون أصواتهم بالذكر، يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، أي لا ترفعوا أصواتكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع
قريب. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، عبادي، هذا فيه تشريف للمؤمنين، حيث إن الله سبحانه وتعالى قال فيهم عبادي، وهذه عبودية خاصة للمؤمنين. وهناك عبودية عامة لجميع الخلق، وكل الخلق عباد الله، مؤمنهم وكافرهم، مطيعهم وعاصيهم، كلهم عباد الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد. هذه العبودية العامة لجميع الخلق، كلهم عباد الله سبحانه وتعالى. وأما ما في هذه الآية من قوله عبادي فهي عبودية خاصة بالمؤمنين، عبودية طاعة، عبودية طاعة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما عموم الخلق فعبوديتهم عبودية انقياد لانقياد لقضائه وقدره، ما أحد يخرج عن قضاء الله وقدره، فهم عباده تجري عليهم أقداره ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى تصرف المالك في المملوك. فإني قريب، إذا سألك عبادي عني، أي عن الله سبحانه وتعالى، فإني قريب، قريب منهم، قريب منهم. والقرب نوعان: قرب عام لجميع الخلق، وقرب خاص بالمؤمنين. فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، ومع هذا فهو قريب من عباده سبحانه، قريب منهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، ليس بعيدا منهم، لا يسمع دعاءهم ولا يرى تحركاتهم وأفعالهم ولا يسمع أقوالهم، بل هو قريب سبحانه مع علوه، علي في دنوه، قريب في علوه سبحانه، كما قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه صفات الله سبحانه وتعالى: قريب في علوه، علي في دنوه. فليس معنى قوله فإني قريب أنه مختلط بالخلق، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق سماواته، فوق مخلوقاته، مستو على عرشه،
ولكنه قريب منهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لا يخفى عليه منهم شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإني قريب، هذا فيه حث على الدعاء، حث على الدعاء، لأن الله قريب يسمع الدعاء ويستجيب للداعي. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا تخفى عليه دعوات الخلق على كثرتهم وكثرة حوائجهم واختلاف ألسنتهم، كلهم يدعون في وقت واحد، ولا تختلط عليه أصواتهم ولغاتهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا فيه الحث على الدعاء. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والتسبيح والتهليل والتكبير، تلاوة القرآن والذكر، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة أن تطلب من الله حوائجك، أن تطلب من الله حوائجك، كل ما تحتاج إليه من المغفرة والتوبة والرحمة والرزق والصحة والنجاة من النار ودخول الجنة، كل حوائجك في الدنيا والآخرة طلبها من الله هو دعاء المسألة، تسأل الله سبحانه وتعالى جميع حوائجك. ولا تقل إني أكثرت على الله، الله يحب من عباده كثرة الدعاء ويفرح بكثرة الدعاء من عباده من كرمه وجوده، خلاف المخلوق، فإنك إذا سألت المخلوق مرة مرتين ثلاث إنه يمل ويكره دعاءك وسؤالك. أما الله جل وعلا فكل ما دعوته وأكثرت من دعائه فإنه يزداد لك حبا ويزداد لك إجابة ويعطيك ما تريد وما لا تريد وما لا تسأل، يزيدك من فضله سبحانه. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله جل وعلا يغضب إذا لم تسأله، ويرضى إذا سألته، ويعطيك بمنه وكرمه ويستجيب، وهو القادر على كل شيء خلاف المخلوق فإنه يعجز، خلاف المخلوق فإنه يبخل، بخلاف المخلوق فإنه يكره كثرة السؤال من الناس، كما قال الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. تراب، تسأل واحد تراب يكره هذا ويمل. أما الله جل وعلا فإنه لا يتبرم، لا يتبرم ولا يمل من دعاء الداعين وإلحاح الملحين، بل يرضى بذلك سبحانه. وفي قوله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيه رد على المبتدعة
الذين يتوسلون في دعائهم بالمخلوقين، يقول أسألك بفلان، أسألك بجاه فلان، أسألك بحق نبيك أو بحق عبادك الصالحين. الله جل وعلا أمرك أن تدعوه مباشرة دون أن أمرك أن تدعوه مباشرة دون أن توسط بينك وبينه أحد من خلقه سبحانه. الدعاء ما يقبل أنك تجعل فيه واسطة، ادعو الله جل وعلا مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما حاجة إلى أنك تجعل واسطة بينك وبين الله، الله قريب مجيب، يسمع دعاءك ويقدر على إجابتك ويريد منك الدعاء ويحب منك الدعاء، فلا حاجة إلى أنك تروح تجيب واحد يتوسط لك. هذا عند المخلوقين، إذا صار لك حاجة عند مخلوق فقد لا يعطيك إياها إلا بواسطة شفاعة، توسط واحد عنده يشفع لك عنده. أما الله جل وعلا فليس كذلك، الله كريم قريب مجيب، ما يحتاج إلى أحد يتوسط عنده في الدعاء وإجابة الدعاء. فالذين يدخلون في الدعاء هذه البدعة وهي التوسل بالمخلوقين أو بجاههم أو بحقهم، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة. فادعوا الله جل وعلا مباشرة ولا تجعل بينك وبينه واسطة من خلقه. نعم توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا مجيب الدعاء استجب لي، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، فتدعو يا كريم أكرمني بطاعتك ورضاك وجنتك. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما إنك تتوسل إلى الله بالمخلوقين الأحياء أو الأموات فهذا بدعة ما أنزل الله به من سلطان، وهذا سبب لعدم قبول الدعاء، لأن هذا الدعاء غير مشروع. الدعاء الذي فيه توسل بالمخلوقين هذا غير مشروع، وما كان غير مشروع فإن الله لا يقبله سبحانه وتعالى. إني قريب، ما يحتاج إلى وسائط، هو قريب يسمعك ويعلم ما تقول ويعلم ما في قلبك ما في نفسك قبل أن تتكلم، ما حاجة إلى أنك تجعل واسطة. وأيضا هو يحب الإجابة، يحب الإجابة وإجابة الدعاء، ما حاجة إلى أن واحد توسط عنده يكرر عليه ويلح عليه، ما ليس بحاجة إلى هذا سبحانه. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن لا بد للدعاء من شروط، لا بد للدعاء من شروط حتى يستجاب. فإذا توفرت شروط الإجابة وانتفت موانعها فإن الله يجيب سبحانه وتعالى. هذه الشروط منها قوله تعالى في هذه الآية فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذا شرط لقبول الدعاء، الاستجابة لله والإيمان به. الاستجابة لله بفعل أوامره وترك نواهيه، أو بعبارة مختصرة
الاستجابة لله بطاعته سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يستجاب لك الدعاء فأحسن العمل، أحسن العمل والطاعة واترك المعاصي تجنبها. يستجيبوا لي بما أمرتهم به فيفعلوه، وما نهيتهم عنه فيتركوه، هذا الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فإذا أردت أن الله يستجيب دعاءك فاستجب له سبحانه، استجب له بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا من أسباب قبول الدعاء. ومن أسباب قبول الدعاء، من موانع قبول الدعاء، أشد الموانع أكل الحرام. الذي يأكل الحرام لا يستجاب له دعاء، وهذا في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالذي يأكل الحرام إذا رفع يديه إلى السماء ودعا لا يستجاب له. فأكل الحرام مانع من قبول الدعاء بنص هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال له صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك يستجب دعاؤك. وكذلك من موانع قبول الدعاء الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء، يعني تدعو على إنسان لا يستحق أن تدعو عليه، تدعو عليه بالموت بالهلاك بالمرض بغير حق، هذا اعتداء في الدعاء والعياذ بالله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكذلك إذا دعوت بإثم، كأن دعوت الله أن يسر لك فعل الحرام، يسر لك الوصول إلى الفواحش، هذا إثم، هذا دعاء بالإثم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. تدعو على نفسك بالموت هذا لا يجوز، تقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا، أما أنك تدعو على نفسك بالموت بسبب أنك تضايقت من شيء فلا تدعو على نفسك ولا على أولادك. لا تدعو على أولادك بأن يهلكهم الله، ألا يصلحهم، ألا كما يفعل بعض الناس، لا تدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا من العدوان في الدعاء. ثم أيضا من آداب الدعاء أنك ما تستعجل بالإجابة، لا تستعجل إذا لم يحصل لك إجابة فتقطع الدعاء. يقول قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. يا أخي لا تقنط من رحمة الله، كرر الدعاء ولو ما استجيب لك أول مرة وثاني مرة،
وثالث مرة، وحاسب نفسك، شف الموانع اللي عندك. لما استجيب دعائك لا بد أن عندك مانع، حاسب نفسك يا أخي، طهر نفسك من الموانع، موانع قبول الدعاء. فكر في نفسك ولا تقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي ثم تقطع الدعاء. هل أنت استغنيت عن الله سبحانه وتعالى؟ أنت بحاجة إلى الله. وجاء في الحديث أن المسلم إذا دعا ربه فهو بين أمور ثلاثة: إما أن يعجل له طلبه، وإما أن يدخر له عند الله ما هو أحسن مما طلب، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. إما أن يعجل لك طلبك تعطى إياه، وإما أن يدفع عنك من السوء ما أنت مستحق له ثم يدفعه الله بالدعاء، وإما أن يدخر لك عند الله ما هو أحسن. الله حكيم عليم سبحانه، رحيم بعباده، ما يضيع دعاءك أبدا إذا كان مستوفيا لشروطه وخاليا من موانعه، فإن الدعاء لا يضيع عند الله سبحانه. فعليك الدعاء والإلحاح والانتظار والصبر، ولا تدري ما هو الأحسن لك. ربما يكون الأحسن إنه ما تعجل لك دعوتك، إنه تدخر لك عند الله سبحانه وتعالى، أو إن الله يدفع عنك من السوء بسبب دعائك. فأنت عليك الدعاء، وعليك إصلاح نفسك من موانع الدعاء وتوفير شروط الإجابة، والدعاء الإجابة على الله. أنت عليك الدعاء وعلى الله الإجابة سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أما اللي يدعو من غير إيمان ومن غير يقين بالإجابة، يقول إن حصل لي شيء ولا ما هو بلازم، حصل لي شيء بدعو، إن حصل شيء وما حصل شيء ما هو بلازم. لا يا أخي، لا تقنط من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. فمن أسباب الإجابة حضور القلب وحسن الظن بالله عز وجل واليقين بالإجابة من الله سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي رجاء أنهم يرشدون. إذا دعوا الله يحصل لهم الرشاد، والرشاد ضد الغي. الرشاد هو الهداية، هداية القلوب، صلاح الأعمال وحسن العاقبة. فالدعاء سبب لهذه الأمور. إن الله يصلح به أحوالك، ويصلح به عاقبتك، ويصلح به ذريتك، ويحفظ به مالك ونفسك، وأعظم من ذلك يحفظ الله به دينك. فأكثر من الدعاء، وألح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء في رمضان وفي حالة الصيام وفي الأسحار، في ثلث الليل الآخر، في يوم الجمعة ادعو الله في السجود، أكثر من الدعاء في السجود في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أكثر
من الدعاء وتحرى الأوقات الفاضلة والأحوال الفاضلة، هذا من أسباب الإجابة، تحري الأوقات الفاضلة والأحوال الفاضلة، هذا من أسباب الإجابة. فلا تفوت هذه الفرص على نفسك، لأن أكثر الناس غافلون ولاهون، تمر عليهم الأوقات الفاضلة وأوقات الإجابة ولا ينتبهون لها، كالأنعام سارحون في شهواتهم وغفلاتهم ولا يتحرون هذه الأوقات وهذه الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء من الله سبحانه وتعالى. ثم عاد جل وعلا إلى أحكام الصيام فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآية. الصيام أول ما فرض على المسلمين كانوا يصومون إلى أن تغرب الشمس فيفطرون، ثم إذا صلوا العشاء يصومون، يعني ما لهم فرصة في الإفطار إلا ما بين العشاءين فقط، هذا في أول الإسلام، إلى المغرب من الغد، أو نام، حتى لو نام قبل صلاة العشاء، لو جاءه النوم غشيه النوم قبل صلاة العشاء فإنه يمسك ويصوم. فالصيام في أول الإسلام بأحد أمرين، إما بصلاة العشاء وإما بالنوم، إذا نام الإنسان فإنه يمسك، فوقت الإفطار كان ضيقا ووقت الصيام طويل، فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم، فهم بحاجة إلى الأكل والشرب وبحاجة إلى زوجاتهم، شق ذلك على المسلمين، حتى إن واحدا من الصحابة كان يشتغل بالنهار في مزرعة له وكان صائما، فجاء عند الغروب إلى زوجته وسألها: هل عندهم شيء يفطر به؟ ما هم مثلنا اليوم، السماطات مليانة والثلاجات مليانة والدنيا مليانة، لا ما عندهم شيء. سأل أهله: هل عندهم شيء يفطر به؟ قالوا: لا. قالت زوجته: لا ما عندنا شيء، ولكن أذهب فأطلب لك. فذهبت تطلب له شيئا يأكله ويفطر به، بسبب تعبه أدركه النوم وهو ينتظر، فلما جاءت وإذا هو نائم خلاص انتهى، ما له افطار خلاص، فصام، صامه جائع وعطشان وتعبان، ابتلى من الله وامتحان. فلما صار في النهار غشي عليه رضي الله عنه، يومين ما أكل شيء ولا شرب، غشي عليه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وحصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصبر عن امرأته فوقع عليها بعد العشاء، هذا مخالفة، هذه مخالفة، أنه لم يصبر وقع عليها، وحصل من غيره وقايع أنهم يقعون في شيء من المفطرات بعد العشاء لأن الوقت طويل ولا يستطيعون. فأنزل الله هذه الآية، نسخ الله الصيام، نسخ الله الصيام بالليل، وجعل الليل مجالا للأكل والشرب والاستمتاع بالأهل من حين تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر، رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. أحل لكم ليلة الصيام ابتداء من غروب الشمس، الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام، أحل، هذا دليل على أنه كان حراما في ليلة الصيام الأكل والشرب والجماع. أحل لكم ليلة الصيام، من الذي أحله؟ الله جل وعلا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث كناية عن الاستمتاع بالأهل. الله جل وعلا في القرآن يعبر عن الأشياء المستكرهة، يعبر عنها بعبارة استعارة، هذا
هذا أسلوب القرآن، أنه ما يذكر الأشياء المكروهة بلفظها، فعبر عن الجماع بالرفث، والرفث هو الاستمتاع بالزوجة بلمس أو قبلة أو مباشرة أو جماع، كل هذا يدخل للرفث. وكانوا في الأول ممنوعين من أن يقرب أحدهم زوجته في الليل لأنه في حالة صيام. الرفث إلى نسائك، يعني استمتعوا بهن في ليل الصيام. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. فالرجل يسكن إلى زوجته لتسكن إليها، ليسكن إليها، والمرأة تسكن إلى زوجها وتأنس به وهو يأنس بها. وهذا شيء لم يجعله الله إلا بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة بين الزوجين، يجعل الله المودة والرحمة والسكن بعضهم إلى بعض، هذا شيء بين الزوجين. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقيل المعنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن يسترنكم، هن يسترنكم من الوقوع في الفواحش، أنها تعف المرأة، تعف زوجها، وهو يعفها أيضا عن النظر الحرام وعن فعل الحرام. فكل واحد من الزوجين يكون سترا، يكون سترا للآخر عن الوقوع في الحرام. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يختلط الزوج مع زوجته كما يختلط اللباس بالإنسان، مثل ما عليك ثيابك، مثل ما عليك ثيابك، أنت ثوب لها وهي ثوب لك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء ما يقع أو ما وقع من بعض الصحابة من مخالفة، هذه خيانة. إذا الإنسان خالف أمر الله فقد خان أمر الله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذا بشارة للمؤمنين في أن الله عفى عما حصل منهم وتاب عليهم، وتطمين لهم، لأنهم رضي الله عنهم لما حصل من بعضهم ما حصل خافوا خوفا شديدا من الله سبحانه وتعالى، فالله طمأنهم بأنه تاب عليهم وعفى عنهم لفضلهم رضي الله عنهم وكثرة حسناتهم وكثرة أعمالهم الصالحة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن، أي بعدما أحل الله لكم مزاولة هذه الأشياء في الليل ونسخ الصيام بالليل وحصره في النهار، الآن باشروهن. المباشرة تكون باللمس، تكون بالمضاجعة، تكون بالجماع، تكون بالقبلة بين الزوجين. الآن باشروهن، هذا أمر إباحة، هذا يسمونها أمر إباحة، لأن الأمر إذا جاء بعد حظر فإنه يكون للإباحة. الأمر يكون للوجوب، هذا هو الأصل، ويكون للاستحباب، ويكون للإباحة. هذا الأمر للإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني يجب عليك تصيد، لا، هذا أمر إباحة، لأن الله قال قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر إباحة. الآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. ما معنى ما هو الذي كتب الله لنا؟ قيل المراد الولد والذرية، أي أن الزوج يبتغي من وطئ زوجته حصول الذرية التي ينفعه الله بها وينفع غيره. فليس المقصود من الوطئ هو مجرد الشهوة فقط، بل المقصود الإنجاب، حصول الذرية التي كتبها الله سبحانه وتعالى. وقيل وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وهي في رمضان،
فاجتهدوا في قيام رمضان واجتهدوا في الدعاء لأجل أن تدركوا هذه الليلة التي كتبها الله لكم لهذه الأمة. وهذا فيه أن المسلم في رمضان يجتهد في العبادة، يبتغي ما كتب الله له من الأجر والثواب، ولا يغفل عن ذكر الله. ليس معنى إن الله باح لك الأكل والشرب والجماع في الليل، ليس معناه أنك تشتغل بهذه الشهوات وتترك قيام الليل وتترك صلاة التراويح، تترك صلاة التهجد، تشتغل بالشهوات وتترك العبادة في هذا الموسم العظيم. هذا تنبيه من الله بأنك لا تغفل مع هذه الشهوات، بل عليك أن تأخذ من هذه المباحات بقدر، ولا تسرف ولا تضيع الوقت في شهواتك في الليل، لأن بعض الناس يضيع ليل رمضان، يضيعه في القيل والقال والذهاب والمجي أو بالمعاصي والعياذ بالله، يضيع ليل رمضان في المعاصي، السهر على الحرام والنظر في اليوم في هذه الأيام أو هذا الزمان، النظر في القنوات الفضائية يسهر معها في ليل رمضان، فبدل ما هو يشتغل بالطاعة يشتغل بالمعاصي والغفلة واللهو، ويضيع ما كتب الله له من طلب الأجر. فهذا فيه تنبيه المسلمين على أنهم لا يغفلون لتناول شهواتهم بالليل، لا يغفلون عن احترام الوقت وعن استغلال الوقت قبل فواته، فيقومون في ليالي رمضان مع الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضائل. وابتغوا ما كتب الله لكم، لا تضيعوا وقتكم لما أباح لكم الله الأكل والشرب والجماع في الليل، لا تضيعوه كله في الشهوات، بل عليكم بالجد والاجتهاد في هذا الموسم العظيم. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذا أمر إباحة، لأنه كانوا في الأول ممنوعين من الأكل والشرب بعد العشاء، فأباح الله لهم ذلك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ليس المراد الخيط الحقيقي اللي هو خيط الصوف والغزل، والخيط الأبيض الشعر الأبيض يعني، والخيط المبرم من الشعر الأبيض والخيط المبرم من الشعر الأسود، ليس هذا هو المراد. المراد بياض الليل وسواد بياض النهار وسواد الليل، عبر عنه بالخيطين، الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمراد بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل، لأن بعض الصحابة لما سمع هذه الآية عمد إلى خيطين، واحد أبيض وواحد أسود، حطهم عند وسادته وصار ينظر فيهما، صار ينظر فيهما ولم يرى شيئا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه وضع عند وسادته خيطين، واحد أبيض وواحد أسود، لكن ما رأى شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا هو المقصود، المقصود بياض الليل وبياض النهار وسواد الليل. ولهذا قال من الفجر، فمن الفجر هذا تفسير للخيط الخيط الأسود من الخيط الأبيض، هذا تفسير من الفجر. إذن يباح لنا الأكل والشرب، يباح لنا الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يباح الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والمراد الفجر الثاني، الفجر الثاني، الفجر الصادق الذي ليس بعده ظلمة، خلاف الفجر الأول اللي يسمونه الكذوب، هذا يأتي بعده ظلمة
فليس هو من الصبح، الصبح هو الفجر الثاني. وفي هذا حث على تأخير السحور، حث على تأخير السحور، يعني يكون عند طلوع الفجر. أما اللي يتسحرون وسط الليل وينامون هذا مخالفة للسنة، بعضهم يملؤون بطونهم ثم ينامون ويتركون صلاة الفجر ويقولون نحن صائمون. لا، الواجب عليهم أنهم يستيقظون آخر الليل ويتسحرون، فإذا طلع الفجر يمسكون، يصلون صلاة الفجر مع المسلمين، يصلون صلاة الفجر مع المسلمين. ليس المراد أنه يملأ بطنه وينام ويقول متى ما قمت أصلي الفجر ولو عند الظهر. ألا كيف يكون صائما وهم ضيع فريضة؟ الفريضة الصلاة أكد من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الثالث، الصيام هو الركن الرابع، هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فكيف يضيع الركن الثاني ويحافظ على الركن الرابع؟ الصلاة آكل. فهذا فيه الحث على السحور، وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وسماه الغداء المبارك لأنه يعين على طاعة الله عز وجل. ففيه الحث على السحور، لأن بعض الناس يصوم بدون سحور يقول ما في شيء، أنا يا أخي كل ولو يسير، اشرب عند طلوع قبل طلوع الفجر، كل ولو يسيرا، اشرب عملا بالسنة وعملا بالقرآن، كلوا واشربوا حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففيه الحث على السحور وأن لا يصوم الإنسان بدون سحور، وفيه الحث على تأخيره فلا يقدمه بل يكون آخر شيء، ما بعده إلا طلوع الفجر حتى يتبين لكم. وهذا فيه دليل على أنه ما لم يتبين الفجر فالإنسان يأكل ويشرب، يأكل ويشرب ما لم يتبين طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يتبين إما بالمشاهدة يعني تراه بعينك، وإما بالتوقيت، توقيت المنضبط، الحساب الفلكي المنضبط، وإما بسماع المؤذنين إذا كنت في بلد بسماع المؤذنين. قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن على طلوع الفجر لأنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أما بلال رضي الله عنه فكان يقدم الأذان لأجل أن يستيقظ الناس النائمون، ولأجل أن المتهجدين يختمون التهجد، النائم يستيقظ والمتهجد يختم تهجده لأجل يتسحر الناس. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ثم أتم الصيام إلى الليل. قالوا وهذا فيه دليل أيضا على أن الإنسان لو جامع أهله وباغته طلوع الفجر وهو ما اغتسل فإنه يتسحر، يقدم السحور ويتسحر ويمسك ويغتسل بعد طلوع الفجر ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب عليه اغتسال فيتسحر عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، ما يضر أن الإنسان يصوم وينوي الصيام وهو ما هو بطاهر، ما في مانع، ما يشترط للصيام الطهارة، الطهارة إنما تشترط للصلاة. يصوم الإنسان وهو عليه جنابة عليه غسل ثم يغتسل بعد ذلك ويصلي، لأن الله أباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فيفهم من ذلك أن له أن يؤخر الاغتسال، أن له أن يجامع إلى أن يطلع الفجر ويؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، وهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل يعني صار الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الليل يبدأ بغروب الشمس، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقوله إلى الليل
أي إلى غروب الشمس. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الإفطار بعد الغروب مثل ما يفعل بعض المبتدعة، ما يفطرون إلا في منتصف بين العشاءين حتى يظلم الجو وتظهر النجوم، هذا خلاف السنة. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس كان يفطر عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان مواصلا للصيام، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يواصل الأيام ولا يفطر بينها، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وحثنا على الإفطار، وقال إن كان لابد، يعني لابد الإنسان يريد الوصال فليواصل إلى السحر، يواصل إلى السحر، أما زيادة على ذلك فلا يجوز الوصال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو يكره الوصال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا استثناء، الله باح الجماع بين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، استثنى من هذا المعتكف، استثنى المعتكف، فالمعتكف لا يجوز له الجماع مدة الاعتكاف. ولا تباشروهن، يعني النساء، لا بقبلة ولا بلمس ولا بجماع وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف هو اللبث في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، سواء العاكف فيه والباب. فالاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة عظيمة، وهو من توابع الصيام، ولذا جاء في آخر آيات الصيام، لأنه من توابع الصيام، فيستحب للصائم في رمضان أو غيره، يستحب له أن يضيف إلى الصيام الاعتكاف، فيعتكف وهو صائم، هذا أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، كان يعتكف العشر الأوسط، يتحرى ليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر، وبقي يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده، واعتكف المسلمون. فالاعتكاف عبادة عظيمة، وهي اللبث في المسجد ليلا ونهارا، لا يخرج إلا لما لا بد له منه، كالوضوء، قضاء الحاجة، أو إحضار الطعام أو الشراب إذا لم يكن عنده من يحضره، فيخرج بقدر حاجته ثم يرجع إلى المسجد، هذا هو الاعتكاف، وهو عبادة عظيمة، وهو للصائم أفضل. وإلا فالاعتكاف يجوز حتى من غير الصائم، لكن من الصائم يكون أفضل. وليس الاعتكاف معناه الجلوس في المسجد فقط، ينام به يجلس فيه، لا، الاعتكاف هو اللبث في المسجد لعبادة الله، لأجل العبادة، فيشتغل بالذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والصلاة النوافل، يشتغل بالعبادة، ما هو يجلس وينام بس، لا، هذا ما هو باعتكاف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلو جامع المعتكف في أثناء اعتكافه بطل اعتكافه، لأن الله نهى فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ودل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. فلو اعتكف الإنسان في بيته وقال: بجلس أصلي وأصوم وأذكر الله في بيتي، نقول: لا، هذا حرام، تترك الجمعة والجماعة، هذه خلوة محرمة. الاعتكاف يكون في المساجد من أجل ما يفوت عليك صلاة
الجماعة، أما الاعتكاف في غير المساجد هذا باطل ولا يجوز. حتى المرأة ما تعتكف في بيتها، تعتكف في المسجد، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد ويوضع لهن ستارة، يوضع لهن ستارة تسترهن في المسجد ويعتكفن في المساجد رجال ونساء، وأنتم عاكفون في المساجد. وقوله في المساجد يدل على أن كل المساجد محل للاعتكاف، وليس هذا خاصا بالمساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كما قاله بعضهم، لا، الله جل وعلا عمم فقال في المساجد، وهذا عام لجميع مساجد الأرض، ولأن ما كل الناس يستطيعون الذهاب إلى المساجد الثلاثة، فهل معنى هذا أنهم يحرمون من الاعتكاف؟ لا، فالاعتكاف يكون في المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة، كل مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة فإنه محل للاعتكاف الشرعي. ثم قال سبحانه تلك حدود الله، تلك أي هذه الأوامر التي أمر الله بها في هذه الآيات من الصيام وتجنب المفطرات في النهار وتجنب المباشرة للمعتكف، هذه حدود الله سبحانه وتعالى. والحد معناه الشيء الفاصل بين شيئين، سمي حدا لأنه يمنع